بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية. اليوم رح ناخد lecture 4 من chapter 3 physicochemical properties of drugs. نيجي لوحدة من أهم الصفات الphysicochemical properties of drugs، وهي ionization و dissociation. وقبل ما أبدأ بهذه الصفة، حابة بس هيك أعمل شوية ريفيجن بهذا الباراجراف. حابة أذكركم إنه معظم الدرجز اللي بتنباع بالماركتس، معظمها أو 85% منها إما weak organic acids or weak organic bases. وطالما ذكرت الأسيدز والبيسز، معناته تلك الأدوية كان أيونايز، يعني تكون أيون. لكن قبل ما انتقل للنقطة اللي بعد هيك، حابة أسأل سؤال: هم ليش سموا weak organic acids weak organic bases؟ هم weak بينهم بالنسبة لبعضهم البعض؟ لا، هم weak بالنسبة ل inorganic acids and bases. مين هم هدول ال inorganic acids and bases؟ وليش هم دايما strong؟ يعني مثال على ال inorganic acid، انتو بتعرفوه HCl. HCl هو فعلا strong acid. طب ليش هو strong acid؟ strong acid لأنه تفكك كامل. لاحظ سهم التفكك، لاحظ dissociation of HCl، تفكك كامل بنسبة 100% عشان يعطي البروتون والCl minus. لاحظ أنه السهم forward، تفاعل dissociation only forward، ما في reversed reaction، ما في سهم راجع. هذا بدل على إنه HCl is a strong acid. Stronger than mean. Stronger than weak organic acidic drugs. طيب نيجي ل inorganic base مثل مين؟ NaOH. بتعرفوا NaOH هو عبارة عن strong base. هاي الصودا الكاوية. Strong base. طب ليش هو strong base؟ زي ما أنتوا شايفين. NaOH تفكك كامل بنسبة 100% dissociation، هذا سهم dissociation بيدل على إنه التفكك كامل عشان يعطيني Na plus و OH minus. لاحظ إنه السهم always forward، ما في عندي reversed reaction. لهذا السبب، بسبب تفككهم الكامل HCl و NaOH، هم عبارة عن strong acids وسترونج بيس. وما تنسوا انهم inorganic acid and inorganic base. لكن الاكتيف ingredients اللي موجوده بالميديسنز، هل هي inorganic؟ طبعا لا، هي عباره عن organic. طب ليش الorganic acidic drugs وorganic basic drugs are weak؟ لانه تفككهم غير كامل، لأنه معادلة التفكك أو الديسوسيشن تحوي سهم الإكوليبريم فورورد وريفرس، زي ما حنشوف في السلايدات القادمة. وطالما الويك أورجانيك أسيديك دراجز والويك أورجانيك بيسيك دراجز آر أيونايزد، حابين نذكركم بالقاعدة إياها، الأيونايزد أو تشارجد دراجز will not cross lipid membranes. حط في اعتبارك يا ديزاينر. And the unionized أو the uncharged أو في بعض الأحيان بنسميه free acids or bases will cross lipid membranes. قبل ما نبدأ بالionization والdissociation للدرجز، هنا في سؤال بطرح نفسه: ما الذي يحدد نسبة الأيونايزد إلى الأنأيونايزد drug acids or bases؟ يعني إذا كان عندي drug acid أو base، ما الذي يحدد نسبة الأيونايزد إلى الأنأيونايزد drug؟ بمعنى آخر، نسأل السؤال بمعنى آخر: What determines the absorption of acidic and basic drugs؟ على ماذا يعتمد الابسوربشن of acidic
and basic drugs يعتمد على شيئين اثنين ما إلهم مش ثالث. الشيء الأول constant اللي هو equilibrium constant, dissociation constant KA, ولما أدخلنا عليه ناقص لوج البي صار الترم PKA. وعلى فكرة يا جماعة PKA هذا ثابت لكل الدرجز اللي في الدنيا, ما في درج في الدنيا أو في الماركت إلا ومحسوب له PKA, ماشي, اللي هو dissociation constant. إذن هذا الشيء يخص مين؟ يخص الجسم ولا يخص الديزاين؟ يخص ديزاين لدرج. طيب الشيء الثاني أو العامل الثاني pH of the solution, يعني pH للجسم للجاسترو انتستينال تراكت بشكل خاص وللجسم بشكل عام pH. إذن pH هذه صفة بتخص الدرج؟ لا, هذه صفة بتخص الجسم, وزي ما حكينا هذه property ما بقدر الديزاينر يغيرها. طب الديزاينر بقدر يغير مين؟ بقدر يغير الديزاين عشان يغير الـ PKA, عشان يغير الـ dissociation constant للدرج. ليش؟ عشان يزيد من امتصاصيته. ذكرنا بالسلايد السابق أن الـ KA أو ناقص لوج الـ KA اللي هو PKA أحد العوامل اللي بتحدد نسبة الأنيونايزد إلى الأيونايزد درج. طيب خلينا نعرف عملية الديسوسيشن أوف درج وعملية الأيونايزيشن أوف درج. هل الديسوسيشن أوف درج هو يعني هي نفسها الأيونايزيشن أوف درج؟ ديسوسيشن أوف درج is the process in which an acidic or basic drug gives a proton inside the body. هي تلك العملية التي من خلالها, أو هي تلك البروسيس التي من خلالها الأسيدك والبيسك الدرج بيعطوا بروتون داخل الجسم. أي بروتون؟ لا, بروتون معينة نعتبرها أسيدك. طيب وما هو الأيونيزيشن of a drug؟ أيونيزيشن of a drug it's the process in which an acidic or basic drug is converted to ion inside the body. إذن هي تلك العملية التي من خلالها الأسيدك أو البيسك الدرج بتحول لأيون داخل الجسم. طيب نشوف مثال على أسيدك درج. لنفرض أن HA هو أسيدك درج. الـ HA زي ما أنتوا شايفين بتفكك بيعطيني بروتون H بلس و A ماينس. ما هي الـ H هنا؟ ما هذه الـ H؟ هذه الـ H هي الـ acidic H. يا جماعة الـ acid drug أو الـ organic acids بشكل عام ليش سميت organic acids؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق معاها acidic H, acidic proton. شو يعني acidic proton؟ يعني بروتون بعطيها بخسرها, تتفكك منه وبتروح للميديا اللي حواليه. طيب أسيدك درج ما هي معادلة تفككه؟ ما هي معادلة الديسوسيشن؟ معادلة الديسوسيشن وهي نفسها معادلة الأيونيزيشن للأسيدك درج هي HA, حيث H هي أسيدك بروتون. إيش بتعطيني؟ بروتون H بلس زائد A ماينس. هذه المعادلة للحفظ, المعادلة الكيميائية للحفظ, واسمها dissociation. ليش dissociation؟ احنا قبل شوي عرفنا dissociation of a drug هي تلك العملية التي يقوم للدرج الأسيد من خلالها إعطاء بروتون. خلينا نمشي يا جماعة forward من اليسار لليمين. هل الناتج كان بروتون؟ نعم. هل الأسيد الأسيدك درج أعطى بروتون في هذه المعادلة؟ نعم. إذن هذه المعادلة اسمها dissociation. طيب وهذه المعادلة أيضا اسمها ionization. ليش؟ لأنه الionization هي تلك البروسيس التي من خلالها يتحول الدرج من unionized إلى ionized داخل الجسم. خلينا نمشي يا جماعة forward. هل
يعني أحد نواتج المعادلة الكيميائية. Ionized drug، نعم this is ionized drug. خلينا يا جماعة نحط المصطلحات التالية. الأسيدك drug HA قبل ما يفقد بروتونه وقبل ما يحصل له dissociation له ثلاث مصطلحات لازم نركز عليها. يسمى free acid. من هو الفري أسيد؟ هو الأسيدك drug اللي ما خسر بروتونه، لسه بروتونه معه. أو نيوترال أسيد. شو يعني نيوترال أسيد؟ يعني متعادل، لا ماينس ولا بوزيتيف، متعادل، يعني بروتونه معه. Unionized acid. This is the unionized form of acidic drug. طيب نيجي لA ماينس. A ماينس ممكن أسميه المصطلحات التالية: deprotonated acid. شو يعني deprotonated acid؟ يعني أسيد خسر بروتونه وصار deprotonated، يعني حصل له deprotonation. ممكن كمان أسميه charged لأنه بيحمل شحنة، charged acid. ممكن كمان أسميه ionized acid. إذن this is the ionized form of the acidic drug. في بعض الأحيان بعض الطلاب بيقولوا لي يا دكتورة إحنا أخذنا إنه هذا A minus في بعض المواد، أخذنا إنه هذا A minus اسمه conjugate base. صح، this is Bronsted-Lowry definition of acid and base. صحيح، لكن يا جماعة لو سمحتوا اللي طلب عندكم في هذا الشابتر وفي كل مادة الدراج ديزاين، لو سمحتوا تنسوا الكونجوجيت أسيد وتنسوا الكونجوجيت بيس. ليش؟ لأنها مصطلحات حتلخبطنا. أوكي؟ إحنا هنا بصدد إننا نميز بين الأسيدك دراج والبيسك دراج. إذا مصطلح كونجوجيت بيس بدخل على الخط وإحنا بنتحدث عن أسيدك دراج ممكن يلخبطنا. هذا صحيح كونجوجيت بيس بس ما رح نستخدم هذا المصطلح عشان ما نتلخبط. إذا هذا إيش اسمه؟ إما deprotonated acid أو charged acid أو ionized acid. بعدين كلمة base تدخل على الخط على الأسيد، يعني هذا مش منطق بنظري، بنظري أنا الشخصي مش منطق. ليش؟ لأنه أسيد خسر بروتونه، بطل أسيد قلب بيس؟ لا، ضلوا أسيد لكن من غير بروتون. برجع تاني، أنت ناسي الريفيرس؟ reverse reaction ناسي؟ برجع تاني هذا deprotonated بياخد بروتون somewhere في الجسم وبرجع تاني free acid. إذا ما الذي يحكم الإكوليبريم؟ يحكم الإكوليبريم ثابت الـ Ka اللي هو acidity constant أو بمعنى آخر dissociation constant. Ka أدخلنا ناقص اللوج على الـ Ka فأعطانا pKa. على فكرة يا جماعة Ka و pKa ثابت بحكم الionized والunionized form of acidic drug. طبعا انتوا عارفين هلا العلاقة اللي بتربط الثابت الإكوليبريم Ka مع H plus و A minus و HA. عارفين انه Ka بتساوي مضروب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، لكن هذه بعرف انكم عارفينها لكن هذه مش للحفظ. بعدين اشتقوا من هذه المعادلة هذه العلاقة، وبرضو هذه العلاقة الرياضية ليست للحفظ إنما للفهم. ما هذه العلاقة؟ هذه العلاقة تربط بين الأيونايزد، نسبة الأيونايزد الدرج، نسبة الأيونايزد الدرج مع البي كي اي للأسيديك درج مع البي اتش للجسم. إذا أنا عرفت، إذا الديزاينر عرف الـ pH في منطقة معينة بالجاسترو انتستينال تراكت وعارف الـ pKa للدرج، ماشي؟ هل بإمكانه يحسب نسبة الأيونايزيشن للدرج؟ نعم، بإمكانه يحسب نسبة الأيونايزد أسيد. طيب مين اللي راح يمتص؟ من الذي will cross the membrane؟ الأيونايزد ولا الان ايونايزد؟ لان الان ايونايزد. طيب انا هلا كيف راح اطلع نسبه الان ايونايزد؟ 100 ناقص الايونايزد بطلع نسبه
الانايونايزد سهلة. برد وبكرر، العلاقات الرياضية للفهم وليست للحفظ، بينما العلاقة الكيميائية والتفاعل الكيميائي لا، الأسيديك دراج حفظ لو سمحتوا. أمثلة على أسيديك دراج، دي يعني دراج، وكاربوكسيليك أسيد، دراج الكاربوكسيليك أسيد هاي معناها دراج عليه فانكشنال جروب كاربوكسيليك أسيد. الكاربوكسيليك أسيد عبارة عن أورجانيك أسيد، مقارنة مع الإن أورجانيك أسيد شو حكينا؟ It's weak، لكن مقارنة مع بقية الأورجانيك كومباوندز It is strong acid. يتفكك، طبعا تفكك يعني إكوليبريم، يحكمه الإكوليبريم، يتفكك درج الكاربوكسيليك أسيد بعطيني بروتون، والكاربوكسيليت درج الكاربوكسيليت بعطيني الأيون، This is ionized carboxylic acid drug and this is unionized carboxylic acid drug. طبعا بحكم العلاقة هاي الـ PKA للكاربوكسيليك أسيد درج الذي يتراوح ما بين 4 إلى 6. أوكي؟ طيب نيجي لمثال آخر لبعض الدرجز الأسيدك، مثل درج الفينول. بتعرفوا أنه هذا درج الفينول pH لما تكون عليها OH هذه المجموعة الوظيفية اسمها فينول. الفينولات تعتبر weak acids، وتعتبر أيضا يعني بالنسبة هذه weak acids بالنسبة لا الانورجانيك والأورجانيك acids. يتفكك الفينول، طبعا يحكم تفكك PKA يساوي 10، تفكك إكوليبريم بعطينا الفينوكسايد درج زائد بروتون. لاحظ إنه درج الفينول الانايونايزد هذا الفورم إله، ودرج الفينول الايونايزد هذا الفورم إله. طيب خلينا نقارن درج الفينول مع درج الكربوكسيليك أسيد، يعني أورجانيك كومباوند مع أورجانيك كومباوند، ما إلنا علاقة بالانأورجانيك أسيدز أند بيسز. الانأورجانيك أسيدز أند بيسز آر نوت درجز، الدرجز عندنا أورجانيك كومباوندز. خلينا نقارن أسيد أسيديك درج كربوكسيليك مع أسيديك درج فينول، which is more acidic، الكربوكسيليك أسيد ولا الفينول؟ طبعا المور أسيدك هو الأسيد صاحب أقل PKA. عارفين أنه كلما قلت PKA للأسيد كلما زادت الأسيديتي، لأنه PKA لا الكربوكسيليك أسيد أقل بكثير من PKA للفينول، إذن الأسيديتي للكربوكسيليك أسيد هي أعلى من الأسيديتي للفينول، وتعتبر الكربوكسيليك أسيدز هي the most acidic drugs. نيجي للأيونيزيشن والديسوسيشن للبيسك drugs. طبعا لنفرض B هو basic drug، هذه المعادلة الأساسية لأي basic drug. البيسك drug إيش معناته؟ أو مين هو هذا البيسك drug؟ البيسك درج هو عبارة عن درج إحدى الفانكشنال جروب عليها لون بير أوف إلكترون. بيقوم اللون بير أوف إلكترون إنسايد ذا بادي بياخد إتش، بمجرد ما البيس بيسك درج يدخل الجسم بيقوم بياخد إتش بلس. من وين؟ من مية الجسم أو من الميديا اللي هو فيها، إذا فيها إتش بلس أو مي بياخدها تلقائيا. هذا هو ممشى أي بيسك درج بدخل الجسم. لما بياخد الـ H+ بحصل له بروتونيشن وبيعطيني بروتونيتد درج، هذا هو البيسك درج. هذه هي المعادلة يحكمها، إذا رحنا فورورد هذه المعادلة أو الإكوليبريم لهذه المعادلة يحكمها KB وهو البيسيسيتي كونستانت، وتسمى هذه المعادلة بأسوسيشن وليس الديسوسيشن. ليش أسوسيشن؟ شو يعني أسوسيشن؟ تجمع، اتحاد، اتحاد البروتون مع البيسك درج وعطاني بروتونيتد درج.
إذن هذه المعادلة هل أعطتني بروتون؟ لا، هذه المعادلة ما أعطتني بروتون. So this is association of a drug وليس dissociation of a drug. طيب هذه المعادلة ionization ولا unionization؟ هذه المعادلة ionization. ليش ionization؟ لأنه لما البيسك drug يأخذ البروتون بعطيني protonated drug. هذه هي المعادلة الأصلية لدرج البيس، وهذا هو ممشى درج البيس داخل الجسم. لكن تم الاتفاق عالميا إنه إذا بدي أنا أوصف الكايناتيك للدرج داخل الجسم أنظر إلى الديسوسيشن، وأن المعامل الذي يحكم أو الكونستانت الذي يحكم الإكوليبريم هو PKA مش PKB. طيب أين KA هنا في هذا الإكوليبريم؟ هي العلاقة العكسية، هي الريفيرس، هذه الKA. بقلب المعادلة قلبوا المعادلة بس عملوها عكسية، أصبحت المعادلة لما انقلبوها وصارت عكسية أصبحت المعادلة معادلة ديسوسيشن بدل ما تكون association. والذي يحكم الإكوليبريم هنا هو ثابت الKA، وبالتالي الPKA ليس PKB. ما في حدا بتعامل مع PKB للدرج، وإن كان الدرج basic. التعامل هنا مع الدرج أو الثابت الذي يحكم الديسوسيشن لأي درج داخل الجسم هو الPKA. This is a standard. طيب خلينا نشوف ليش هذه dissociation المعادلة. لأنه إذا البيس أعطى بروتونه، إذا البيس اللي أخذ البروتون، لاحظوا إنه البروتون اللي حاملها البيس هنا واللي تابع لعملية dissociation ليست build in زي درج الأسيد أو الأسيدك درج. البيسك درج البروتون اللي عليه اللي راح يفقدها من خلال الديسوسيشن ما هياش بيلد إن، هي أصلاً بروتوني أخذها. ما تنسى المعادلة الأصلية للبيسك درج داخل الجسم، أصلاً درج البيس بدخل نيوترال بياخد H بلس من الجسم، فبتصير هاي ال H دخيلة على الدرج أو ضيفة على الدرج، ما هياش بيلد إن، ما هياش من أصل الدرج. وبالتالي هذه ال H ممكن يفقدها عند pH معينة. فلما درج البيس يفقد الـ H ويعطي بيس basic drug زائد بروتون، هذه العملية تسمى dissociation، وهذه العملية اسمها أيضا unionization. ليش unionization؟ لأنه إذا رحنا forward من اليسار لليمين الدرج بتحول من الionized للunionized. إذن ما هو الفرق في الديسوسيشن بين الأسيدك درج والبيسك درج اللي هي الأيونيزيشن؟ الديسوسيشن زي ما شفنا في السلايد السابق، الديسوسيشن of أسيدك درج هو نفس الأيونيزيشن، بينما الديسوسيشن للبيسك درج ليس الأيونيزيشن، هو الأنأيونيزيشن. هذا الفرق بين الأسيدك درج والبيسك درج inside the body. طيب خلينا نشوف المصطلحات. هذا الدرج الـ pH plus اسمه protonated base أو charged base أو ionized base. So this is the ionized form of basic drug. طيب بعد الـ dissociation إيش عطاني؟ عطاني الـ free base أو اسمه كمان neutral base أو unionized base. إذن هذا هو الفورم الunionized للبيسك درج. طيب زي ما حكينا هذه المعادلة الكيميائية مطلوبة، المعادلات الكيميائية مطلوبة، ولكن المعادلة الرياضية طبعا KA إيش بتساوي؟ المعادلات الرياضية غير مطلوبة. KA إيش بتساوي؟ بتساوي مضروب تراكيز المتفاعلات على تركيز
سوري مضروب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. اشتقوا من علاقة KA للبيسك درج، اشتقوا هذه العلاقة. ما هي تلك العلاقة؟ هي العلاقة التي تربط الـ pH inside the body والـ pKa للبيسك درج والأيونيزيشن بيرسنت. إذا عرفنا الـ pKa للدرج وهي ثابتة، وعرفنا الـ pH في منطقة معينة بالجاسترو انتستينال تراكت، هل ممكن نحسب ونتنبأ الأيونيزيشن، قديش نسبة الأيونيزد درج؟ نعم، بإمكاننا من خلال هذه العلاقة، ومنها بحسب الأن أيونيزد، من الذي يمتص ويعبر الممبرين، الذي يمتص داخل الجسم ويعبر الممبرين البيولوجيكال ممبرين هو الأن أيونيزد وليس الأيونيزد. أفضل مثال على البيسك درج اللي هو درج الأمين. This is dissociation of basic drug اللي هو أمينو درج. لاحظ أصلا المعادلة الأساسية اللي هي KB، أصلا درج الأمين كلنا بنعرف إنه درج الأمين بمجرد ما يدخل الجسم بياخد H plus داخل الجسم، بتأين بحصل له ionization، أي نوع من الأيونيزيشن؟ بروتونيشن، بياخد بروتون من الجسم فبتحول لأيونيزد أو بروتونيتد درج. هذا تحصيل حاصل، هذا كل الأمينات الأليفاتيك هيك بتعمل، كل الأمينات كلياتها. إذن this is aliphatic amine dissociation process الذي يحكمها Ka. pKa لا الأليفاتيك أمين 10.5 which is very basic. هذه القاعدة أو هذا القانون للحفظ، على ماذا ينص هذا القانون؟ بيقول إنه إذا وصلت الأيونيزيشن، نسبة الأيونيزيشن إذا وصلت ل50%، هذا يعني أن الـ pH بتساوي pKa. بمعنى آخر، عندما يصل الدرج داخل الجسم إلى منطقة pH تساوي الـ pKa له، اعرف إنه الأيونيزيشن صار 50%، واعرف إنه الـ unionized form is 50%. مرة تانية، إذا وصل الدرج داخل منطقة في الجسم الـ pH إلها بتساوي الـ pKa، هذا يعني إنه عندي 50% ionized إلى unionized، النص بالنص. نوتس أو ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار. electron withdrawing groups لأي درج سواء كان أسيد أو بيس دائما تقلل قيمة الـ pKa value للدرج. على عكسها electron donating groups لأي أسيدك أو بيسك درج تزيد من قيمة الـ pKa value لأي درج. For acidic drugs وجود electron withdrawing group بجانب الـ ionized functional group ذلك يزيد من الـ acidity of the drug. ليش؟ لأنها بتقلل الـ pKa value، وقلنا إنه كلما قلت الـ pKa value للـ acidic drug كلما زادت الـ acidity، والعكس صحيح. electron donating groups بجانب الـ ionized functional group أو قريب من الـ ionized functional group للـ acidic drug بتقلل من الـ acidity للـ acidic drug. ليش؟ لأنها بتزيد قيمة الـ pKa. إذن القاعدة العامة للـ acidic drugs شو بتقول؟ بتقول كلما قلت الـ pKa value للـ acidic drug كلما زادت الـ acidity إله، وكلما زادت الـ pKa value للـ acidic drug كلما قلت الـ acidity إله. لاحظوا يا جماعة، أنا هون لما بدي آجي أوصف الـ acidic drug بوصف الـ acidity للـ acidic drug، يعني أنا ما بوصف الـ basicity ولا بذكر الـ basicity
بأي موطن من مواطن الأسيديك دراج، لأنه الأسيديك دراجز ار نوت بيسك ار أسيديك. خلينا نشوف يا جماعة تأثير الإلكترون ويدروينج جروبس والإلكترون دونيتنج جروبس على البيسك دراجز. الإلكترون ويدروينج جروبس لأنها بتقلل البي كي اي فاليوز، إذا كانت بقرب الأمينو جروب بتقلل البي كي اي فاليوز. ليش؟ لأنها بتقلل البيسيسيتي للأمين، وبالتالي بتقلل البيسيسيتي للدراج. طيب أما بالنسبة للإلكترون دونيتنج جروبس، وجودها بقرب الأمينو جروب بتزيد البيسيسيتي للدراج، والسبب في ذلك إنها بتزيد البي كي اي فاليو. ماذا تقول القاعدة العامة الآن للبيسك دراجز؟ كلما قلت البي كي اي فاليو للبيسك دراج بتقل تباعا لها البيسيسيتي للدراج، وكلما زادت البي كي اي فاليو للبيسك دراج كلما زادت البيسيسيتي للدراج. لاحظ انا هنا ما بذكر اسيديتي مع البيسك دراج، لانه البيسك دراج او دراج الامين مش بيسك، سوري مش اسيديك، اتس بيسك، فانا ما بذكر اسيديتي، دائما بوصف البيسيسيتي للبيسك دراجز، ما بوصف البيسك دراج ب الأسيديتي. هل توجد مفاضلة بين الأمينات؟ نعم، aliphatic amines دائما are more basic than aromatic amines. ومين هم هدول الأروماتيك أمينز؟ نذكركم الأروماتيك أمينز هم الأمينز اللي بتكون اللون pair of electrons على الأمينو groups بتشارك بالأروماتيسيتي، بتشارك بالريزونانس، مشغولة بالريزونانس لا أروماتيك سايكل، وبالتالي ما بتكون قادرة هذا اللون بير أوف إلكترون ما بيكون قادر على إنه يأخذ البروتون من الجسم، لأنه مشغول بالريزونانس للأروماتيك رينج. هل في مفاضلة بين الأليفاتيك أمينز؟ نعم، بين الأليفاتيك أمينز تيرشري أمينز are more basic than secondary amines are more basic than primary amines، وبالتالي تكون التيرشري aliphatic amino drugs are the most basic drugs.